رفعت معالي السيده فوزيه بنت عبدالله زين رئيسه مجلس النواب أسماء ايات الشكر والعرفان الى مقام حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبه صدور الامر الملكي السامي بفضل دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس واكدت معاليها ان دعم وتوجيهات جلاله الملك المفدى حفظه الله ورعاه شكلت نبراس العمل والانجازات الوطنيه والحضاريه وان مملكه البحرين تشهد نهضه عصريه بارزه في شتى القطاعات كما ورفعت معالي رئيسة مجلس النواب خالص الشكر والامتنان الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مؤكده ان تطوير منهجيه التعاون بين المجلس والحكومه قد تحققت بفضل الجهود المستمره والاداره المتميزه لسموه حفظه الله واكدت معاليها السعي المتواصل لتطوير سبل التعاون بين مجلسي الشورى والنواب انطلاقا لان ذلك يمثل ركيزة اساسيه لدعم المسيره الديمقراطيه وتحقيق التطلعات الملكيه الساميه مشيدا بما بذله اصحاب السعاده النواب من جهود دؤوبه على المستويين التشريعي والرقابي وبما تم من انجاز العديد من الموضوعات التشريعيه الهامه الى جانب القيام بالدور الرقابي انطلاقا من المسؤوليه الوطنيه